وذهبنا اليوم وحصل ما حصل كانت بالفعل محاولة مرتبة جيدا، كانت عبوات مزروعة على عمق 2 متر داخل الأرض، هذا ما أبلغنا فيه بالطريقة أثناء عودتنا الآن، ولكن قدر الله المسلم كان هنالك 6 إصابات بين الحرس الآن يعالجوا في المستشفيات في رام الله. هذا الحادث لن يثنينا عن عملنا في قطاع غزة ولن يثنينا عن المصالحة، المصالحة كما تحدثت مع فخامة الرئيس صباح اليوم بعد الحادث، المصالحة خيار القيادة الاستراتيجي والحكومة والشعب الفلسطيني، سنبقى نعمل حتى نتمكن ونعود إلى غزة وغزة تتوحد مع الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، لن يكون هنالك وطن بدون غزة.